كوكو البنات، واش راكم؟ جيسبر راكم لا جيسبر كي لا فيديو تاعي تلقاكم كامل مهنيين. هذه ما جيت لكم هدايا امسيه او روتين مسائي في من كل فين شويه. ديما ما جبت لكمش وصفه يعني هكذا باتم معنى التعبير، مي جبت لكم واحد الحاجه وصفه انا نديرها نستعملها، هي الزراره تاع المخبوزات تاعي، كسوا الكسره ولا خبز الدار ولا مطلع، نديرو بهادوما زرارها بهاد المزيج نتاع هاد الزرارع تاعي. انا باش نسحق بلارة تاع الزجاج، اي بلارة تكون عندكم ولا تاع بلاستيك، مي دو بريفيرونس تاع الزجاج. هنا كيلة تاع زرعة الكتان، هنا كيلت بهذا الفنجان باسكو على بالي بلي هاد البلارة قصها دوما. هنايا كيلة تاع هاد الجلجلاني، قلت لكم هذا بالقشر البنات ماشي محمص، بالقشر البنات يتباع عند العشاب. كاين زوج الابيض، وهذا هذا فيه القشرة هذيك الخارجية تاعو، والقيمة الغذائية تاعو راهي محفوظة، معناتها هذا فايدة اكثر من الاخر. مي اذا ما توفرش الاخر تاعي تقدروا ديروا بيه، واش نبقى حمصوه وديروه. وهنايا هادي بسمها يا ربي، حبه حلاوه، فعلا حبه حلاوه، وهادو مسانوج. نجيب القرعه تاعي، نجيب اللمبوط ونبدا هنايا نفرغ داخل البلاره تاعي، نفرغ فيها كل وحده هكذا يعني بعد مع الاخر، واش ندير نخلطهم. شوفوا هاد الزرع بناتي، مدلكم واحد البنه واحد البنه للمخبوزات تبعكم، ماقدروش تيماجينيو يعني. مش نقدر نقول لكم كاين اللي ما كاين اللي ما عارفين يديروهم، اللي مازال ما يعرفش هاد الحاجه او اللي مازال ما تلاقاش بها، ننصحو انه يتسيها ويرد لي بالخبر. يعني بعدا واش ندير، نغلق البلاره تاعي بيان سي ونبدا نخلط هكذايا. فوالا يعني ما كاش ما اسهل من هاد الخلطه. يعني شوف انا بعد ما خلطتها مليح، شوف كيفاش يولي لي وجاهز للاستعمال. اما داتك الحق بيان سي هنايا وقت العشاء، قال لك المسيو طيبين دير لنا حكسي كسيره بالبينه، حنا تعشينا دونك فوالا عجن الكسات تلقاوها في القناه. وهنا كما راكم تشوفوا طاويه العشاء تاعي بسيطه بسيطه كما القناه تاعي، كما قلت لكم دائما نخير البساطه. شوفوا هنايا شلاطه تاع فلفل، طوماطيش وشوية تاع بصيله، هنايا جوج اللي خدمناه تاع الزرو ديال ايضا راه في القناه، شوية تاع زيتون كحل، شوية تاع ولاد الدجاج مغليين، شوية تاع كاشير مع انه انا ما نحبوش، مي مسيو الشراه جا في خاطرو، وعندي شوية تاع الرايب يعني فوالا تشكرا تاع 2500 البنات روبتها. و يعني صراحة اللي كانت عندي رايبة في اسمه في الفريجيدر، مي ما كنت مازال ما ديسيديش واش ندير، مين مسيو قال لك فوالا ديري لنا كسرة ما يكون لا خاطرو. دونك فوالا بحاجة بسيطة هاي لك الطاولة التانية، ما شاء الله اللهم أديمها نعمة واحفظها من الزوال، يعني يكون هذا بركتو وهذه البركة تاع اليوم. ام بعد ديك بس كان دات الخاطرة ايتو دات له وش حب، كان جاب لنا شوية تاع مكسرات درنا بيهم صارخ في ظريفة كيما راكم تشوفوا. هاد لو بلاطو هدايا كنت شريت، مكذبش عليكم، المولود النبوي الشريف، هكذا باش نحط فيه مكسرات ايتو، مي فوالا كنت قلت فوالا نسي نشوف كيفاش يجي فيه. هذا شتو 35 لي فيه، ما لازم لكم تاعت مشتريات شيتهم. شوفوا هنايا شويه تاع كاوكاو، شويه تاع نوات كاجو، شويه تاع هاد الكاوكاو سوفلي، يجي شويه حار ماشي بزاف، شويه حار. راه ماركيت بلي هذا ولا بالك انا اللي ما ناكلوش بزاف يعني، بالك مالف يجيب لنا واحد اخر، مي هذا ما جانيش حار. وشويه تاع الزريعه، وهذا الزريعه الكحله تاعي تجي ماشي بزاف ملحه كيما الاخرى اللي نشروها في الباكيات، تاع الباكيات تجي شويه تطلع لاطونسيون يعني. فوالا هذه تاعي مليحه، هذه هايله ما فيهاش الملح يعني كيما نقولوا حنا مليحه. وانا كاجو قسمتها منا شويه ورافقت هذا، دي فوا مكتبش بكم نتشاهله تاعي نديرو، ودي فوا جو بريفير ندير هنايا بتيزان. الا قبل ما نوض هنا المراو يغلي لا تيزان تاعي، وجاب لي هنايا بيان سيغ شويه تاع الكفريط مع دوكا وليدي بلا يعرف الكفريط باك يحكم بسلامتو يحكمو ياكلو. نحب نتوج بلادي، فيف منتوج بلادي، ومن بين الكفريط اللي كليتو هذا امير امين عفوا هو البنين. وهنا تيزان تاع درت فيها زوج شويه تاع اللويزا، شويه تاع القرنفل، وشويه تاع بسمها يا ربي نجمه تاع الارض على ليتوال دانيس. غليت الماء شلتهم حطيتهم لداخل وغطيت عليها.
لا تنفيزه ولا تلقولي، صفيتهم. النتيجه نشربها بلا سكر، ومن الافضل ومن المستحسن نشربوا التيزانه تاعنا بلا سكر البنات. انا عمي واللي ما قدرتش دير عصير طبيعي، واذا ما قدرتوش ديروا لا اسمو هذايا السكر العادي. انا ما نشربها بالسكر، قلت له السكر وانا ما درتش. وهذه هي السهره تاعنا، شوفوا يعني بسيطه جدا، ما كاش حاجه قد البساطه. وكما نقولوا حنايا ماشي كل نهار وبركته، ماشي لازم يكون الجوز واللوز باش اليوم ها نوض كاجو، نهار واحد اخر ما كاش وهي رايحه. يعني الحمد لله غتكون الصحه برك هذا ما كان. وهذه السهره تاعنا وشربناها بصحتنا. انا وليدي يا سبيك تي يشوف فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا. حبيت نشارك معكم بعض المشتات اللي شيتهم المولد النبوي الشريف. شوفوا البنات، انا هذا دابا شيت كاين حوايج شيتهم المولد النبوي الشريف والمولود، وكاين شيتهم من بعد. دونك فوالا شيت هاد لو بلاطو كيما هذاك تاع نجمة وهلال، زدت شيت هدايا جاي ورده، جاي فورم تاع قلب وشكل ورده. هذا شيتو نورمال 35000، بزاف شباب مليح، مكسرات حلوه واش حبيتو. يعني كل وحده فينا مبدعه في دارها، كل وحده تقدر دير فيه واش تحب. فوالا هذا شيتو قلت لكم 35000. زدت تاني تشيت شويه تاع الشمع كاين اللي كانوا عندي باكي كان عندي، وزدت شيت انا دو باكي قيسي انا واش نستعمل. وانا من يعني من الناس من سيحب نحب هذاك الاخر كيما الشتا طيح والشماع يعني نحب. دونك فوالا كيما تشوفوا هنا عندي شيت هادوما بلا لافوند بزاف. هي هاد لو باك نورمال شتي 15، ما شفتش اذا 10 يا 10 يا 15 يا 20000. ما شفت البنات. المهم دونك فوالا، وهادوما كانوا عندي من العام اللي فات دونك بقاو لي حنا نستعملهم. وزدت شيت هادو فوالا، شيت الفيولي وشيت الخضر. الخضرتين هادو ما فالا هادو قال لو ميم بري، مي ما شفتش، قلت لكم بين 10 ل 20000 والله اعلم. دونك فوالا، وهنايا ختمت بهاد لي دو بوبو. صافي تري لونطون انا نحوس عليهم، لقيتهم في الفيولي لقيتهم 35000. ومن بعد كنت حنشم كنت مع اختي، قالت لي لا، قالت لي كاين واحد يبيع النوار نعرفو، قالت لي هذاك يبيعهم. مي واش لقيت غير في الهوج، معليش انا لو تام تاعي هو غوج، خليكم شويه تخمم. دونك فوالا كيما راكم تشوفوا، وهذا ما كان هذا مشاهد بسيطه كما قلت لكم 20000 الواحد. فوالا جيسبر كو لا فيديو عجبتكم، جيسبر كو لا بيتي مومون هذا عجبكم. اذا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لي بيتي بوس تاع الجيم، تابوناو للقناه اذا كنتم مازال ما اشتركتوش، وتبارطاجيوه. وبقى لي غنقول لكم بقاو على خير.